خلافات متزايدة في دائرة صنع القرار بإسرائيل بسبب الحرب في غزة التي دخلت شهرها الخامس. الجيش يعاند نتنياهو والتحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء يقترب من الانهيار بحسب ما أوردت تقارير نشرتها هيئة البث الإسرائيلية. الوزيران بني غانتس وغادي أيزنكوت بحثا فعلا الانسحاب من مجلس الحرب ثم تراجعا باعتبار أن نتنياهو ينفرد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، خصوصا أن الاثنين مستبعدا من هذه المفاوضات بشكل كامل. وكذلك يخوض نتنياهو جبهة أخرى مع قادة الجيش بعدما بعث مراقبا خاصا خارج الأجهزة الأمنية لحضور المفاوضات في القاهرة. سبقت ذلك تقارير إسرائيلية تحدثت عن خلاف بين قائد الجيش غالانت ونتنياهو كاد يصل لاشتباك بالأيدي خلال اجتماع مجلس الحرب. وكذلك نشر المتحدث باسم نتنياهو غاي ليفي تغريدة على إكس هاجم فيها قادة الأمن بشكل صريح ثم حذفها بعد ساعات.